لغايه دلوقتي مع ضيفنا النهارده ونجمنا طبعا كابتن عمرو الحديدي. مساء الخير كابتن عمرو. مساء النور يا ابو حميد، ربنا يخليك. قوي الحمد لله يا رب دايما يا رب حبيبي دايما يا رب. والاهلاويه كلهم مبسوطين طبعا حقيقة. طبعا بص، اول حاجه يعني ما نقدرش نقول غير الف مليون مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي بصفه عامه وبصفه خاصه كابتن محمود الخطيب. الف مبروك للعيبه، الف مبروك لمستر موسيماني للتشكيك في امكانياته، الف مبروك للمكر والدهاء كابتن سيد عبد الحفيظ، الف مبروك للعيبه اللي قالت احنا موجودين والصفقات والامكانيات والابداع والتطور والاليه في الاداء اللي احنا شفناه. اتفرجت بتفرج على الماتش ده مع حد معين كابتن عمرو؟ ابني لازم ابني. يوه بنشوف حاجات في صريخ وحاجات كده غريبه بتحصل. واول حد كلمته بعد ما الماتش خلص الرئيس بتاعي كان رئيس مصلحه الدرب المصريه استاذ عماد سامي. قال لي قال لي بدع وابدع وقول اللي نفسك فيه. طيب نتكلم على الماتش، ازاي شفت المباراه وازاي شفت الطريقه اللي لعب بيها مستر موسيماني وازاي شفت التشكيل اللي يمكن واضح انه طريقه جديده يعني ما كانش مفاجاه لينا في الماتش ده. هم من ماتش الاسماعيلي ومن قبله ماتش البنك الاهلي وهو بيلعب بالطريقه دي وتقريبا يعني بنفس الاسماء. بص انا الراجل ده اطلقت عليه الثعلب المكار. مكار هادي قوي، مش منفعل، لغى جميع الاحاديث الصحفيه، مفيش كلام في الميديا خالص، سيطر ونفذ على اللي هو عايزه من اول 10 دقائق. اول 10 دقائق كل الناس اتخيلت ان النادي الاهلي بره الجيم في استحواذ.